ان شاء الله النهارده الاهلي هيعمل ماتش حلو ويكسب 2-0 كده يعني، وهيبقى لها حلو مع ان احنا في عقده معانا مع بيراميدز، بس ان شاء الله موسيماني هيقدر يفكها والاهلي يرجع يتصدر الجدول الدوري ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله هنكسب، بس هو اهم حاجه زي ما قلت حضرتك ان هو يلعب كورته الهجوميه تمام. احنا بلاش نلعب دفاعي زون ديفنس وان احنا نخاف منهم نديهم حجم اكبر من حجمهم، هم فرقه تقيله وكل حاجه، بس احنا نلعب كورتنا ان شاء الله. ان شاء الله يكسب ان شاء الله النهارده، هو الفريقين كويس وحلوين، بس ان شاء الله الاهلي النهارده ينتصر بامر الله ان شاء الله. ان شاء الله 6-0 وعلي معلول ان شاء الله اللي هيجيب 6 جوان. علي معلول 6 جوان علي معلول، مفيش حد ان شاء الله. ان شاء الله هيجيبوا الا علي معلول، بحبك قوي علي معلول اقسم بالله. وحضرتك كاهلاوي اتمنى من كل قلبي ان الاهلي يغلب بيراميدز النهارده. اعتقد ان موسيماني لو اتطور شويه من ادائه، خاصه في نص ادائه في نص الملعب، ممكن يقدر يسيطر على المباراه، واعتقد المباراه تحديدا هيبقى فيها اهداف كتير، مش هدف او تعادل يعني. هيبقى ماتش صعب، واعتقد ان الاهلي النهارده ناوي ان هو يكسب، واعتقد النتيجه الماتش هيبقى صعب وهيبقى مش فرق كبير، فممكن يبقى 2-1 للاهلي وجون في الشوط الثاني كده يخلص الماتش ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله الاهلي النهارده ان شاء الله يكسب ويحقق نتيجه ايجابيه. طبعا الاهلي تعادل مع بيراميدز اخر 3 ماتشات، وان شاء الله باذن الله النهارده ان شاء الله يقدر يكسب باذن الله. ان شاء الله يفكها ان شاء الله، ونفوز الاهلي ان شاء الله يفوز 2-0 ان شاء الله. الاهلي يكسب 2-0 وموسيماني ينتصر على بيراميدز النهارده. بتوقع 3-1 ان شاء الله الاهلي. 2-0 ان شاء الله. ان شاء الله يعني 2-1. مين يسجل اهداف الاهلي النهارده؟ محمد شريف واحد، وقفشه جول. محمد شريف واحمد عبد القادر. شريف وقفشه. بيراميدز ممكن لو عبد الله السعيد هيلعب ده بيراميدز، والاهلي هيبقى محمد شريف وقفشه ان شاء الله. والله اي حد يجيب جول، المهم الاهلي يكسب النهارده. ممكن محمد شريف مثلا يجيب جول النهارده.